اليوم باش نحكيو على منتخب الجونيور ومشاركته الى حد الان في الكوب دو موند في الارجنتين. نعرفوا انه الماتش الاول لعبته تونس ضد انجلترا، انجلترا اللي هي من اقوى المنتخبات في اوروبا. لي ديرني ماتش نتاعها في اخر ماتش لعبته في دوري المنتخبات في اوروبا ربحت المانيا 2-0. ديجا زاد في ماتش بريباراتيف ديرنييرمون عملته ضد مرض دو ماتش هما في الحقيقة ضد المروك وربحوا في لي دو ماتش واحد الاخراني 3-1. دونك البريستاسيون اللي عملتها تونس وقدمتها قدام انجلترا خلتنا نأملوا فيها باش تعمل ماتش باهي ضد العراق وتربح الماتش متاعها وتقعد في الكورسة، خصوصا وأنه ثم أصحاب المرتبة الثالثة ثم كاتري كيب بارميسيس ينجموا يتعداوا للدوزيام تور وهما في المرتبة الثالثة. في الفيديو هذا دونك باش نحكيو على الماتش الاخراني بتاع تونس والماتش الكبير اللي عملته ضد العراق سورتو من الناحية الدفاعية. عجبتني تونس ياسر في الديفونس في التورنوا الكلي لحد الآن، مي بارتيكوليرمون في ماتش العراق. باش نوريلكم زادة بعض اللقطات والتصريحات تاع اللاعبين قبل الماتش العراق وبعد ماتش العراق، ونحكي على كلكو ديتاي في وسط الماتش. نرجع لكم بعد شوي. باش نبدأ بالتحذيرات ما قبل الماتش متاع العراق، كانت تحذيرات جدية وكما تشوفوا الفوق هنا دونك آخر حصة تدريبية ذيك قبل ماتش العراق، وهنا باش نسمعوا تصريحات المدرب وبعض اللاعبين جوست قبل الماتش متاع العراق. très important pour nous c'est peut-être ce match là qui va nous dire si on reste dans la course pour les 8e et c'est un match à pas prendre à la légère, à prendre très au sérieux et on va tout faire pour gagner ce match. ماتش مسيري كل شيء بيدينا ان شاء الله نهبطوا حاضرين للكل، عملنا اللي علينا الماتش اللي فات ما وفقناش ربي، ان شاء الله تروح غدوه نكونوا حاضرين ورجال، ان شاء الله نفرحوا عائلتنا ونفرحوا تونس الكل وان شاء الله نربحوا، علاش ما نكونوش دوزيام تور ان شاء الله. الحمد لله اليوم كملنا اخر حصه تدريبيه نتاعنا، ان شاء الله جوري الكل اون بلان فورم باش نعطيو معنا ان شاء الله باش نعملوا بريستاسيون باهيه تشرف وتليق بينا وتليق بالجمهور التونسي وان شاء الله باش نعطيو الماكسيموم وباش نشرفوا تونس ان شاء الله. الماتش هذا هو نجم نقولوا معناتها المفتاح نتاع الترشح كل شيء، تعرف الدوزيام ماتش سي تري امبورتون، اكيد خدمنا خدمه في شقول معناتها نهارين باش تخدموا خدمه كبيره سي فري، ما نجموش نخدموا خدمه كبيره، ما حضرنا كوم الفو، حضرنا معناتها اللاعبيه، شفنا ليكيب ادفيرس تفرجنا فيه، شفنا كيفاش يلعب كل شيء، حضرنا ليكيب نتاعنا، اتوقع ان شاء الله من هنا يغدوا الاولاد يكونوا حاضرين وان شاء الله قدموا مستوى طيب ان شاء الله. نمشيو توا للماتش في حد ذاته. الماتش في حد ذاته تونس قبلت شوية راهو اللعب ضد العراق وعرفت كيفاش تخرج من برشا مواقف دفاعية صعبة ياسر. بصراحة العراق كانت قوية، ما كانتش كل سهلة ولعبت بالقدا العراق. اكتشفنا مبارح في الماتش جول غول، بصراحة جول متاع مستقبل، جول يستحق يكون حارس المنتخب الوطني، عكس اللي رينه كانت تذكره في الماتشوات متاع الكوب دافريك كانت نقطة ضعف كبيرة بالنسبة لنا حراسة المرمى. مرة هذه الجول هو اللي خلى ليكيب ناسيونال في اللعبة حتى في الماتش الأول، كونها خسرت واحد بلاش برك ضد انجلترا وقوة انجلترا والقيمة متاعها في أوروبا، هذا يعود له الفضل للجول وللدفاع معه، وذا زاد تأكد في الماتش متاع مبارح. في الماتش متاع مبارح كان مردود متميز بشكل كبير ياسر للجول، الأرقام اللي قدامكم تأكد مسألة ذي، شد 9 كور وتوتال، وحتى الخرجات متاعه خصوصا الهوائية كانت ممتازة ياسر. فريمون جول كبير ياسر دريس العرفاوي، برافو دريس.
دايار تحصل على ترقيم 9.2 من 10، وهذا يأكد مستوى الكبير اللي لعب به مبارح، وهو اللي خلى المنتخب في الكورس الشوط الأول. دونك في الشوط الأول التصديات اللي عملهم، وكون تونس ما قبلتش بونتو دونك قعدت في اللعبة دون بار، وخدمة مليحة لي كونتر اتاك متاعها. وهنا نمر دونك الأهم عنصر في لي كونتر اتاك وفي اللعب الهجوم، العنصر اللي ربما ما تحكيش عليه برشا، اللي هو كريستو. كريستو أنا مبارح بصراحة كما في الماتش الأول، وقت ضد إنجلترا يعني وقت اللي هبط قلب الطرح، تونس ماتش كامل تقبل في اللعب، وقت اللي هبط هو ولت تصنع في اللعب وولت حاصرة الإنجليز في المناطق متاعهم. من اللي هبط كريستو في الماتش متاع مبارح هبط من الأول، وكان عنصر مهم ياسر في الهجمات متاع تونس وفي البونت الأولاني متاع تونس مبارح. صحيح ما عطاش هو الباس ديسيزيف، لكن الكرة الأهم والحاسمة هو اللي عطاها. شوفوا هكم تشوفوا فيها الفوق قدامكم، هذيك أهم كرة، أهم حتى من الباس في حد ذاتها الباس ديسيزيف، وكان زادة موجود في البونت الثاني. أنا راه أنه هو أهم عنصر في الأتاك متاع المنتخب التونسي، ومن المفروض ديما تيتولار. ما فهمتش انا علاش ماتش الاول ضد انجلترا ما هبطوش تيتولار، يلزم في ماتش الاوروغواي الجاي يكون كريستو تيتولار، ويزيد يعطيه ادوار اكثر المدرب ويعطي فيه ثقه اكثر. بصراحه ذاك احسن لاعب عندنا في تونس في الوقت الحاضر في المنتخب هذا. تعامل بشكل جيد مع ظروف المباراه، كرت احمر راه مستحقه للنصر، وسنتكلم سنشاهد بعد قليل الحاله، لكن اكيد بدنيا كذلك ملفت الانتباه ان منتخبنا كان جاهز بدنيا، وان اقصي النصراوي لكن بدنيا كنا افضل من منتخب العراق. عبد العزيز، انتصار بثلاثيه لمنتخب تونس، اظهر الرغبه واستغل الفرص بعد تالق حارس مرمى ادريس العفاوي. يعني نبارك للمنتخب التونسي فوزه، وهارضك لمنتخب العراق. منتصر الوحيشي بالنسبة لي كان هو نجم المباراة، أخذ المباراة على مراحل، لم يبالغ في الهجوم بعدد كبير من اللاعبين، حاول الحفاظ على مرمى، ولكن في الشوط الثاني شاهدنا التعليمات التي أعطيت للأظهرة، دخول نصراوي لتفعيل الأظهرة بشكل أكبر، أو لتفعيل الأطراف بشكل أكبر، وخصوصا تقدم بشنيبة. المنتخب العراقي كان يفتقد لبعض الأشياء في هذه المباراة، لا يوجد مهاجم قادر على تسجيل الأهداف رغم الكم الكبير من الفرص التي خلقها المنتخب العراقي. بعد الهدف الأول كانت هناك مبالغة في الهجوم ومحاولة تسجيل هدف بأسرع وقت، رغم أن في بداية الشوط الثاني تشاهد أن هناك عدد كبير من اللاعبين يهاجمون الأمام دون الرجوع. عدم تواجد عبد الرزاق قاسم كلاعب وسط دفاعي من الممكن أن يغطي خروج الأظهرة، شاهدنا بأن علي جاسم كلاعب جناح أيسر لم يكن يرجع للمساندة بشكل أكبر، تقريبا الهجمات أو الأهداف الثلاثة جاءت من الطرف الأيمن عن طريق سجاد، عندما يتغادل سجاد لا يوجد أحد يغطي من خط الوسط، لأن حيدر عبد الكريم وألكساندر بسمات هجومية أكبر، فلذلك لم يكن هذا الأمر موجود. ولكن برافو للمنتخب التونسي حتى مع الطرد تعامل بشكل ممتاز. تفسيرك نور لما حصل في الشوط الثاني؟ بداية مبروك للإخوان التونسيين هذا الفوز، وبالتالي فوز عربي نفتخر به حقيقة، ومبروك كابتن حاتم الفوز. ويعني محزن ما شاهدناه بالشوط الثاني، فريق فقد السيطرة تماما على المباراة. أنا تكلمت لك بالاستراحة، قلت لك أنه المباراة تكسب على جزئيات، ممكن تكون الأفضل لكن ما تكسب المباراة، وهذا ما حدث. لكن لو رجعنا للشوط الثاني فإحنا نشوف تسيد كبير للفريق التونسي، قدم مباراة مختلفة تماما عن مباراة إنجلترا والشوط الأول حقيقة. يعني فأنا أقدر أقول أنه فاجأنا فريق تونسي بهذا الأداء، إذن كان قراءة جيدة للمدرب التونسي، قراءة ممتازة بالشوط الثاني، عرف وين مكمن الضعف الفريق العراقي. 7 أهداف استقبل في مباراتين، 6 أهداف بالضبط من الكرات العرضية، إذن هناك خطأ كبير وخلل كبير في الخطوط الخلفية، تمركز الدفاعي سيء جدا، والأهداف ما شفنا أي ردة فعل، التغييرات أيضا ما أحدثت أي فارق، كأنه الفريق العراقي لما يتعرض لهدف. باش نسمعوا دونك بعض التصريحات متاع اللاعبين بعد ما وفى الماتش، ومن بعد نحكيه على حظوظ تونس في المرور للدور الثالث.
نسمع تصريحات اللاعبين. الشوط الأول فعلا كان جيد من قبل الخصم وسيطروا علينا تماما. في غرفة تغيير الملابس تحدثنا كثيرا وقلنا بأننا يجب أن نكون أفضل في الشوط الثاني وهذا ما فعلناه تماما. أنا سعيد بالفوز في نهاية الأمر وبعدم قبول أهداف. مبروك لكم الفوز. دانيال، لم يظهر فريقكم اليوم بالمستوى المطلوب، كنت تتوقع أنه أنت راح تسجل وسط هذا الأداء اللي قدمه فريقك خصوصا في الشوط الأول؟ صحيح، كنا في الشوط الأول سيئين الحقيقة، يعني حتى كحكينا مع اللاعبين قبل المباراة قلنا لهم راه مقابلة الأوروغواي ما هيش معناها ما نجموش نحكموا عليها. اللاعبين تعرف العمر هذا دخلوا مباراة في مخهم، يعني منتخب العراقي خسر 4 مرات الأوروغواي، يعني دخلنا ما كناش حاضرين. منتخب العراقي كان أفضل منا في الشوط الأول في امتلاك الكرة في الثنائيات، معناها ما كناش موجودين في الشوط الأول حقيقة. المنتخب العراقي كان أفضل منا بكثير في الشوط الأول. الشوط الثاني كنا أفضل، يعني الفريق رجع في المقابلة، سجلنا 3 أهداف، حتى بعد الورقة الحمراء عرفنا كيفاش نتصرفوا في بداية المقابلة. أهم شيء هو 3 نقاط اليوم. فيكتور ميريتي بعد تعب كبير في المباراة وعملوا له الوليد الكل، الحمد لله تعبنا ما مشاش خسارة وجبنا 3 بوان تاعنا وإن شاء الله الجاي خير. بون اكسبلوا الحمد لله يا ربي، معناها يا ربي وفقني وماركيت البونتو الأول، معناها افتتحت النتيجة وعاونت صحابي الحمد لله. كنا نسمع في التصريح نتاع سنانة وباش نسمع توا التصريح نتاع شايم جبالي. C'est sûr, ça a été un match compliqué. Il y avait une bonne équipe en face de nous. Après, en deuxième mi-temps, on a su se remotiver. On a su enchaîner les buts et au final, on gagne 3-0. Et c'est le plus important avec les 3 points. J'ai marqué. Après, j'ai un bon centre en retrait de la part de mon coéquipier. C'est sûr, c'est le but du 2-0. C'est le but qui fait du bien. Et franchement, c'était incroyable la sensation. Je ne savais pas trop quoi faire sur le but. J'avais des frissons de partout et c'était incroyable. Bien. ماذا بعد؟ بعد الماتش متاع مبارح والانتصار الباهر قدام العراق 3-0، شنية حظوظ المنتخب التونسي في المرور للدور الثاني؟ بطبيعة الترتيب الحالي في المجموعة، الانجلتير في المرتبة الأولى بعد 2 انتصارات ب6 نقاط، ثم اليوروغواي وتونس كل واحدة منهم 3 نقاط في المرتبة الثانية. مع العلم اليوروغواي عندها بونتو ماركيتو زايد على تونس، يعني لو كان يعملوا ماتش نول تونس واليوروغواي، اليوروغواي تكمل الثانية وتونس تكمل الثالثة ب4 نقاط كل واحدة منهم. دونك تونس باش تضمن المرتبة الثانية يلزمها تنتصر في ماتش اليوروغواي. لكن من ناحية أخرى، في صورة ما تونس تتعادل مع اليوروغواي أكيد كما قلنا باش تكمل في المرتبة الثالثة ب4 نقاط، لكن بحكم أنه ثم 4 فرق من بين 6 فرق توتال اللي باش يكملوا تروازيام باش يتعداو للويتيام دو فينال، فانه تونس في حاله حصول على 4 نقاط والمرتبه الثالثه، كنضيفوا لهذايا الكولافيراج نتاعها اللي باش يكون في الحاله هذه بليس 2، فانه في الحاله هذه باش تكون ضامنه مرورها للدور الثاني كاحسن الثوالث. يعني مبدئيا نقولوا التعادل سي سوفيزون بالنسبه لتونس للمرور. دونك الانتصار يضمن لها المرور في المرتبه الثانيه، التعادل تقريبا يضمن لها المرور في المرتبه الثالثه، ونمشيو توا للحاله الامكانيه الثالثه في حاله الهزيمه. هنا في حاله تونس لو كان ما نجمتش تربح ولا التعادل، على الاقل ما يلزمهاش تخسر بسكور، يعني يلزم تخسر بفارق هدف برك باش تقعد الثالثة ب3 نقاط افيك انغولا فيراج فافورابل، يعني بلس 1 وانغولا فيراج فافورابل من نوع بلس 1، تبقى فرصتها واردة باش تمر من ضمن احسن الثوالث. بالطبيعة المنتخب التونسي يلزمو يلعب من اجل الانتصار، ما يخليش الفرص نتاعو تحت رحمة الاخرين، يلزم يخلي حظوظه ديما ما بين يديه، يحاول ينتصر، وبالطبيعة كي تنتصر وتجي في المرتبة الثانية الادفيرسير متاعك اللي باش تقابله بعد يكون اهون شوية من كونك تكمل التروازيام في البول متاعك.
فوالا دونك ان شاء الله نتمنوا الحظ الموفق للمنتخب التونسي، ان شاء الله تربح الماتش نتاعها ضد الاوروغواي، مع العلم وان تونس والاوروغواي نتائجهم على الاقل من ناحيه النتائج حاليا برسك كيف كيف، الزوز خسروا ضد انجلترا بفارق هدف، والزوز ربحوا العراق، تونس بنتيجة 3 بلاش والأوروغواي بنتيجة 4 بلاش، والزوز ربحوا ماتشهم في الدوزيام ميتون، يعني بريسك نفس البريستاسيون نفس النتائج على الأقل خلينا نقوله اللي عملتهم تونس واللي عملتهم الأوروغواي، يعني على الورق نقوله حظوظ متكافئة والنتيجة ربما أقرب ما يكون باش تكون متعادلة ما بين الزوز فرق. ونسبر أنه العرفاوي يكون الماتش الجاي في نهاره ويعدينا ماتش كبير، وإذا هو هنانا على الكاج والدفاع يهنينا على الزون بحول الله افيك لي كونتر اتاك ومع جوارات متميزين كما بارتيكوليرمون ديما نحب نأكد على كريستو الضاوي، فأنه قادرين على الأقل باش نماركيو بونتو، ونصور وأنه بحول الله ما فما كان الخير أقلها نقلعوا طرحنيل ضد الإيرغوي ونمروا للدور الثاني.